فيتامين دي حرفيا ممكن يعمل لك تسمم لو كميته زادت عن الحد المطلوب في جسمك. اهلا بكم، انا احمد نجيب، درست تكنولوجيا علوم مغزيه وتغذيه انسان، فانا قررت اني اوثق اللي انا درسته في صوره فيديوهات. فيتامين دي ليه 3 اشكال، فيتامين دي الفعال وفيتامين دي 2 وفيتامين دي 3. اتعرف سنه 1918 على انه مسؤول عن الوقايه من مرض الكساح. كانوا بيستخدموا زيت كبد الحوت للوقايه من المرض ده لانه بيحتوي على فيتامين دي. ابتدوا يصنعوا في الزيت ده سنة 37. في سنة 22 اكتشفوا مواد طبيعية الفيتامين دي في الأنسجة الحيوانية والأنسجة النباتية على هيئة مركبات 7 باي هايدرو كوليسترول وأرجو سيتيرول، واتضح إن المركبات دي في حاجة بتأثر عليها وبتحولها لفيتامين دي. الحاجة دي هي إيه؟ الأشعة الفوق بنفسجية. بتحول 7 باي هايدرو كوليسترول لكوليكالسيفيرول، وبتحول الأرجوسيتيرول اللي أرجو كان صفر. مفيش فيتامين في الدنيا بيشتغل في مكان ويتكون في مكان تاني إلا فيتامين دي، بمعنى إن فيتامين دي مش فيتامين عادي. فيتامين دي لما العلماء صنفوه شبهوه بالهرمون لأنه بيتكون في مكان وبيشتغل في مكان تاني. أبسطها لك، فيتامين دي أصلا بيتكون في الكلى فيبدأ يتنقل عن طريق الدم للأمعاء والعظم، فيقوم بتنشيط مجموعة من العمليات لتزويد مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم لتكوين العظم. فلما بيزيد مستوى الكالسيوم في الدم بتتوقف الغدة الدرقية عن إفراز الهرمون اللي بيحفز إفراز فيتامين دي من الكلى، فبالتالي هتتوقف جميع العمليات اللي كان بيقوم بيها الكالسيتريول واللي هي زيادة مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم. لما بيتكون في الأمعاء فيقوم بتحفيز الكالسيوم بيندنج بروتين والفسفور بيندنج بروتين والألكالين فوسفاتيز، ومن خلالهم بيساعد على امتصاص الكالسيوم. ولما بيتكون في العظم فبيشترك مع هرمون الدرقية علشان يحرك الكالسيوم من سطح العظم للدم، ومن ضمن وظائف فيتامين دي انه ليه دور على بعض اجهزة الجسم زي الجهاز المناعي. فاتضح ان امراض المناعة الذاتية زي مرض التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتيزمي نقدر نعالجها بنجاح عن طريق اعطاء فيتامين دي. ووضحت الدراسات ان فيتامين دي يقدر يقوم بعملية تسمى رفض الجسم لزراعة اعضاء ترانسبلانت ريجكشن. كل خلية في جسمك ليها مستقبل لفيتامين دي من اشعة الشمس. المنطقة اللي انت عايش فيها هي اللي بتحدد مصدرك لفيتامين دي. بالنسبة للمناطق الحارة بيكون الجلد هو المصدر الاساسي لفيتامين دي. ازاي يعني؟ هناكل جلد؟ اكيد لا. في الجلد مادة 7 باي هيدرو كوليسترول الموجودة في الطبقة البشرية، فبتتحول عن طريق الأشعة الفوق بنفسجية لكوليكالسيفيرول اللي بيتنقل للكبد، وبينضاف له مجموعة هيدروكسيل علشان يكون مادة كالسيديول تركيبها الكيميائي 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، اللي برضه بيتنقل عن طريق الدم للكلى وبينضاف له مجموعة هيدروكسيل تانية علشان يكون الكالسيتريول وتركيبه الكيميائي 1.25 دايهيدروكسي كوليكالسيفيرول، وهو ده الشكل الهرموني للفيتامين واللي قوته بتعادل 10 مرات من قوة الكوليكالسيفيرول فيتامين دي 3. أما بالنسبة للمناطق الباردة فالحل الوحيد للحصول على فيتامين دي هو التناول عن طريق الفم. من الأغذية اللي بيبقى موجود فيها فيتامين دي بكميات صغيرة متنوعة البيض والقشطة والزبد والكبد، ومن أفضل مصادر فيتامين دي هو زيت السمك. وفي دول معينة بتضيف فيتامين دي لأغذية زي اللبن وحبوب الأطفال والخبز. الكميات اللي جسمك بيحتاجها من فيتامين دي بتختلف على حسب سنك، ولكن هي بتفضل ثابتة لغاية لما توصل لمرحلة متقدمة من العمر. يعني مثلا بالنسبة للرقة من بداية الولادة لسن 3 سنين بيحتاج 5 مايكروجرام. بالنسبة للأطفال فمن سن 4 سنين لسن 8 سنين هنحتاج نفس الكمية. أما بالنسبة للبالغين في الذكور والإناث بيبقى النسبة واحدة ما بتختلفش برضه، فمن سن 9 سنين لسن 50 سنة هنحتاج نفس الكمية وهي 5 مايكروجرام. الكمية هتختلف معانا إمتى؟ لما نوصل مرحلة متقدمة من العمر فيما بعد 50، فمن سن 51 سنة لسن 70 سنة هنحتاج ضعف الكمية،
فهنحتاج 10 مايكرو جرام، ولكن لما بنعدي سن 70 هنحتاج 15 مايكرو جرام. لو بتحس بتعب مستمر بدون سبب واضح، او بتحس بالم في العظم والمفاصل، او بيحصل لك جفاف وجرحك ما بيلمش بسرعه، او مناعه جسمك ضعيفه كده، عندك نقص الفيتامين دي. نقص الفيتامين دي بالنسبه للاطفال بيسبب لهم مرض الكساح، وبالنسبه للبالغين وخاصه الاناث بيسبب لهم تلين في العظام. فيتامين دي حرفيا ممكن يعمل لك تسمم لو كميته زادت عن الحد المطلوب في جسمك. وأعراض التسمم دي بتكون على شكل صداع واضطرابات في القناة الهضمية وسهولة كسر العظم، تأخر في النمو، وممكن يحدث صمم. العلاج بيكون في إيقاف مصدر الفيتامين. طب إزاي هوقف مصدر زي الشمس؟ أنت لو مركز في الكلام مش هتسأل السؤال ده. إحنا قلنا قبل كده لما بيزيد مستوى الكالسيوم في الدم بتتوقف الغدة الدرقية عن إفراز فيتامين دي، واللي كانت وظيفته زيادة مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم. فالموضوع محكوم جدا سبحان الله، فما تقلقوش يعني. التسمم ده مش هيحصلك إلا لو بتاخد الفيتامين عن طريق مصادر غذائية أو عن طريق الفم. فأنت كده بتدخل في جسمك مادة هو مستكفي منها، هو خلاص خد الكمية اللي هو محتاجها يوميا وأنت بتزود عليها. فأنت لو مش مدرك باحتياجات جسمك اليومية تزود الكمية فيحصل لك تسمم. وفي النهاية you are what you eat. أشوفك الحلقة الجاية. مفيش فيتامين في الدنيا بيشتغل في مكان ويتكون في مكان تاني الا فيتامين دي، فيقوم بتحفيز الكالسيوم ضد البروتين والفسفور ضد البروتين والالكالين فوسفاتيز، ومن خلالهم بيقوم بيساعد على نبض. ولما يتكون في العظم فبيشترك مع هرمون الدرقية علشان يحرك مستوى الكالسيوم من سطح العظم للدم. نقص فيتامين دي بيسبب أمراض. نقص فيتامين دي بالنسبة للأطفال بيسبب لهم مرض الكساح،
وبالنسبة للبالغين وخاصة للنساء بيسبب لهم تلاين في العضلات. لو عظمك بيتكسر بسهولة أو بيحصل لك صداع بشكل غير طبيعي أو عندك اضطرابات في القناة الهضمية أو حتى تعرف حد عنده تأخر في النمو أو متخلف عقليا، يبقى الشخص ده مسموم.